أم النصر سيداتي بطلة تحدي القراءة العربي في موريتانيا. الشعر ومفتاح العالم بالنسبة لي، عالم مليء بالإحساس والخيال، بسببه هويت القراءة والكتابة. تقدمت للمشاركة بتحدي القراءة العربي لسببين: الأول تعلقي بالثقافة والكتب، أما السبب الثاني كلام بعض الزملاء عن الرجل وقدراته بإقباله على العلم والمعرفة واشتغال جل النساء بالأمور الفارغة وسفاسف الأمور. فكان أن شاركت وكنت أول أنثى من موريتانيا تنال اللقب بعد 3 سنوات كانت من نصيب إخواني الشباب. أطمح أن أكون بعد 10 سنوات صانعة أجيال ومؤثرة، وأن يتوهج اسمي في عالم الأعمال. أنا أم النصر، وسأسعى على أن لا يشتت انتباهي في هذه المنافسة.